تبقى الأشياء ساكنة حتى تفكر فيها فتأتيك. فنحن نتيجة لما نفكر ونعتقد ونؤمن بحدوثه، فكلما آمنا بالفوز والنجاح، كلما تواكبت الظروف من حولنا لتحقيق هذا الهدف، وكلما شعرنا بالتخاذل والتراجع والانهزامية، كلما واجهتنا عراقيل وعقبات لم تخطر على بال. فالرسائل السلبية التي تأخذها عن نفسك أو تكررها سرا في داخلك تؤثر على شخصيتك ومستقبلك وتخلق العقبات أمامك، وبناء عليه يمكنك أنت رسم الصورة التي تريدها لنفسك ومحاولة تغيير الظروف من حولك من خلال التكرار الدائم لرسائل إيجابية مشجعة ومتفائلة، مثل قولك أنا في صحة جيدة أو سأصبح ثريا قبل سن 40 إلى آخره. تقنيات الحظ السعيد. يتحمل القدر جزءا كبيرا من حظوظنا الشخصية، ولكن ما تبقى منه يمكننا صنعه بأيدينا. فالحظ حالة نفسية واجتماعية يمكن تعلمها ورفع نسبتها من خلال 4 مبادئ رئيسية، هي أولا مهارة الإنسان في خلق الفرص لنفسه من خلال متابعته لما حوله والتنبه لما يفعله أقرانه واستمراره في تعلم مهارات جديدة. ثانياً تبنيه لموقف وتفكير إيجابي حيال الفوز. ثالثاً عدم تأثر قراراته التالية بمصائبه السابقة. رابعاً قناعته الدائمة أنه بالفعل شخص محظوظ، وهو ما يذكرنا بقانون الجذب. ورغم أن هذه العوامل لا تجلب بذاتها الحظ الجيد أو النجاح المجرد، إلا أنها كفيلة بتوفير أرضية أفضل لزيادة الفرص السعيدة. والمحظوظ لا يعتمد كثيرا على ما هو منطقي ومعقول، إنه ببساطة يملك حدسا قويا بالفرصة الجيدة وشعورا مبهما بما هو جيد مستقبلا، وهو متفائل بطبعه وعلى قناعة دائمة بأن الأفضل لم يأتي بعد. وهذه النظرة الإيجابية تشجعه دائما على التحرك للأمام، في حين يدفع التشاؤم معظم الناس إلى الجمود والتراجع. ثم لا ننسى أن الحظ الجيد هو الوجه الآخر لمواهب فريدة يستغلها صاحبها على أفضل وجه. نظرية الفستق. وهنا يتكلم المؤلف عن نظريته التي أسماها بنظرية الفستق، والتي تقول على أنه يمكن لأي فعل مفاجئ وصغير وغير متوقع التسبب بمآسي كبيرة ودائمة وغير متوقعة. وإذا أردت أن تتلافى الأخطاء الكبيرة، عليك أن تتلافى المسببات الصغيرة لها، بالإضافة لتلافي الأسباب الصغيرة، وأن تكون واعيا باحتمالاتها الكثيرة. فحياتنا تسير بخط مستقيم، بحيث لا يمكننا التراجع عن آخر حماقة ارتكبناها قبل دقيقتين. والمغزى الذي يحاول إيصاله هو أن حياتنا هشة ومستقبلنا قد يضيع في أي لحظة بسبب فعل متهور أو قرار غاضب يصعب التراجع عنه أو تداركه بعد وقوعه. 20 قاعدة في المنزل. تربية الأبناء تستدعي من الوالدين طرح عدد كبير من الأوامر والإرشادات التي ينساها الجميع في اليوم التالي. فمن مشكلات التربية كثرة النصائح وتداخل الإرشادات وعدم وجود قواعد واضحة، وهو ما يجعل الأب نفسه ينساها أو يقع فيها لاحقاً. إن تكرار الإرشادات في المنزل يفقدها قيمتها ويجعلها مملة وأكثر عرضة للنسيان. لهذا عليك أن تختار أهم 10 قواعد منزلية لتعلقها في مكان واضح للجميع. وتذكر أيضا بأن التربية لا تتعلق بالتوجيه فقط، بل بالقدوة الصالحة. إرشادات الحياة الصغيرة. أنت الوحيد بين البشر الذي يتمنى والداك أن تتفوق عليهما، ولكن مشكلة الآباء اعتقادهم بأن أبنائهم دائما ما يحتاجون لإرشاد وتوجيه، ومشكلة الأبناء اعتقادهم أنهم لم يعودوا بحاجة لإرشاد أحد. يقول جاكسون في كتابه: لا يكفي أن تدل ابنك على الطريق، بل يجب أن تزوده بالخارطة. مغالطات يستحسن انتباهك إليها. الناس يمكنهم قول أي شيء باستثناء الاعتراف بصحة رأيك. أسوأ المغالطات هي تلك التي تعتمد على وقائع صحيحة لكن في قضية لا تخصك. مغالطات النقاش لا تجعلنا نبدو كالأغبياء فقط، بل وتحرمنا أيضا فرصة تعلم أشياء جديدة. لا تستشهد بالأكثرية أو الأقدمية. معظم الناس لا يسعون في نقاشاتهم إلى إثبات الحقيقة، بل إلى إثبات فكرتهم عن الحقيقة التي يرغبون فيها. وحين يصبح همنا الانتصار للأفكار التي تناسبنا، نبدأ بمغالطة أنفسنا والاستشهاد بأدلة خاطئة أو مخالفة للمنطق والواقع. لا تطلب دليلاً على ما تدعيه أنت.
من يدعي شيئا يتحمل هو وليس السامع عبء إثباته وتقديم الدليل على صحته. حين تناقش أحدا لا تسمح له بإخراجك إلى مسائل فرعية يجيد الحديث عنها. من المغالطات الشائعة بين الناس حين يرغبون في إثبات أفكارهم ومواقفهم الاستشهاد برأي الأكثرية والأقدمية وطلب دليل ينفي ادعاءاتهم وتقديم حجج على مواضيع لم تطرح أصلاً. الأسبق والأقرب يشوهان قدرتك على التفكير. رغم ذكائنا وتعقيد عقولنا، يمكن لقدرتنا على الحكم والتفكير أن تتشوه لأبسط الأسباب، فالأفكار والآراء والمعلومات التي نتلقاها سرعان ما تحتل فراغاً في عقولنا وشخصياتنا بحيث يصعب حذفها أو تعديلها. ليس لأنك تحبه، نحن في الغالب نتبنى آراء الأشخاص الذين نحبهم ونتفق معهم ونرفض آراء الذين نكرههم ونختلف معهم. نتجاوز الحكم على الرأي والفكرة ونستدعي أحكاماً مسبقة تجاه قائلها. مشكلة العقل البشري أنه يصنف الناس ضمن قوالب وثوابت يرفض كسرها حتى حين يتبين عكسها. يجب أن تسأل نفسك دائماً، ماذا لو كانت آراء من نحبهم ونثق بهم هي الخاطئة ومن لا نحبهم هي الصادقة؟ ماذا لو كانت آراء الذين نثق بعلمهم وفهمهم خاطئة هذه المرة والذين نشكك بآرائهم دائما صحيحة هذه المرة؟ يفترض أن تستمع جيدا لمن لا تحبهم ولا تتفق معهم، فبهذه الطريقة فقط تفتح نافذتك على كل الجهات وتتعرف على مختلف الآراء والتوجهات. إن كنت لا تستمع إلا لمن تحب ولا تقرأ إلا لمن يتفق معك، فلا جديد ستضيفه إلى رصيدك المعرفي. استمرارك بمراكمة الآراء التي تحبها ينتهي بك لمفاهيم ضيقة تزداد رسوخاً بمرور الأيام، وخوف المجتمع من تعددية الآراء ينتهي بثقافة موحدة ونظرة ضيقة وجيل يملك غرور الجهلاء. قناعتك الشخصية ليست أفكار مقدسة. النتيجة التي تتوصل إليها بنفسك تبدو مقنعة أكثر من التي يتوصل إليها غيرك، والرأي الذي يتبلور في جمجمتك يزيح تلقائياً كافة الآراء التي تتشكل خارجها، فهناك ترابط وثيق بين ما نتوصل إليه وبين ما نقتنع بصحته ونؤمن بصوابه. وهذا ناجم من وجودك في موقف مزدوج يجعلك بمثابة الخصم والحكم، وبالتالي يختل لديك ميزان الحكم والنقد السليم. وللخروج من هذه الورطة يجب أن تملك قدراً كبيراً من التواضع الفكري والنقد الذاتي وأهمية الاستماع للآراء المخالفة، كما يجب أن تنظر لقناعاتك الشخصية كاجتهادات يمكن تعديلها واحتمالات يمكن تغييرها دون خجل أو تردد أو دفاع متشنج. تذكر دائماً أن في جمجمتك دماغ واحد لا يختلف عن أدمغة الآخرين سوى بهامش بسيط صعوداً أو هبوطاً في سلم الذكاء، والحل الأمثل لتوسيع مداركك ومضاعفة ذكائك هو استشارة الآخرين ومشاركتهم عقولهم ورؤية الحياة من وجهة نظرهم. ماذا تعرف عن المنطق؟ الإنسان بطبيعته كائن مفكر، ولكنه يفكر أحياناً بطريقة مشوهة وخاطئة، والمشكلة الأكبر أنه لا يعرف ذلك ويعتقد أن من يختلف معه هو من يفكر بطريقة خاطئة. فالناس يفكرون بطرق مختلفة قد تبتعد أو تقترب من المنطق ذاته، والمنطق طريقة في التفكير تنظر للوقائع والنتائج وتتجاهل التحيز وتأثير الثقافة والميول. وتدريس المنطق أكثر أهمية من تدريس مناهج مقولبة يعتقد أصحابها أنها معرفة متكاملة، ونحن بدورنا يجب أن ندرس المنطق لأبنائنا في المدارس كمنهج نزيه ومحايد في التفكير والنقد والتحليل. إن أردنا منهم التفكير بطريقة صحيحة ونقد الأشياء بطريقة مجردة والحكم عليها بطريقة محايدة. توقف عن طرح الأسئلة وابدأ بطرح التساؤلات. السؤال هو استفسار علني سريع لمعرفة الجواب، أما التساؤل فبحث ذاتي صامت قد يستغرق العمر كله. السؤال حين نعجز عن الإجابة فنطلبها من الآخرين، أما التساؤل فآلية بحث ذاتية تتضمن لماذا وكيف ومن ومتى. الأسئلة تطرح علناً ولا يستهجنها الناس حولك طالما اتفقت مع سياقهم الاجتماعي والثقافي، أما التساؤلات فتطرحها سراً مع نفسك حين تعارض سياقها الثقافي والاجتماعي.
لذلك ما يهمك من كل هذا الكلام أن تتوقف عن طرح المزيد من الأسئلة وتبدأ بطرح المزيد من التساؤلات، أن تتوقف عن سؤال الآخرين رأيهم في كذا وكذا وتبدأ بسؤال نفسك عن كذا وكذا وكيف ولماذا ومتى. لا تكذب على نفسك أو تتجاهل أسئلتك أو تدفن رأسك في الرمال. اطرح أسئلة شائكة يصعب طرحها علنا وكن صريحا في إجابتك عنها، فكل جواب تعثر عليه بنفسك سيكبر معه عقلك ويرتاح بفضله فؤادك ويخاف بسببه أساتذتك. السؤال بحد ذاته ليس عيبا، ولكن اعتمادك الدائم عليه وتبنيك الدائم لأجوبة الآخرين يعني أنك أجرت عقلك وقيدت رأيك وتجاهلت صوت المنطق في رأسك. تأثير الأربعة: جميعنا يعتقد أنه مستقل بأفكاره، حر بقراراته، منفصل باستنتاجاته، ولكن الحقيقة هي أننا مقلدون أكثر منا مفكرين، ومسايرون أكثر منا مستقلين، وخاضعون لحكم العرف والمجتمع، ومغيبون معظم الوقت عن نداء العقل والمنطق. فنحن نتصرف بشكل مستقل مع أنفسنا وشبه مستقل حين يتواجد بقربنا إنسان، ولكننا نصاب بالحيرة والارتباك حين يتواجد بقربنا شخصان يفعلان نفس الشيء، ثم نبدأ بالمسايرة أو الهرب من الموقع حين يفعل ثلاث أشخاص الشيء نفسه بقربنا. وهذه الظاهرة مهمة لفهم كيف تفكر المجتمعات ولماذا تتصرف بطريقة موحدة تشبه تحركات القطيع، ومهمة لمعرفة تأثير المجتمع على الفرد بمجرد أن يتعرف على مجموعة صغيرة تفعل الشيء ذاته بصرف النظر عن حسناته وسيئاته. اغسل مخك بنفسك. تعيش أدمغتنا حالة دائمة من صراع الأفكار، إن لم تحدد موقفك منها قد تنضم للجانب الخاسر فيها. أفكارنا تشكل شخصيتنا، وإن لم تغسل مخك بنفسك سيغسله المجتمع نيابة عنك. الإيحاء ومحادثة النفس بمثابة جلسة نفسية تغيرنا من الداخل وتهيئنا لمواجهة الخارج.